في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشهداء المغفور لهم من أبناء قبيلتي، أسأل الله أن يأخذهم إلى جنات نعيم، كما أعزي أيضا الشهداء الآخرين الذين سقطوا مضرجين بدماءهم في المنطقة التي كانت في الباب الشرقي، وأسأل الله أن يتغمدهم جميعا برحمته. هذا من جانب. أما من الجانب الآخر، فإن العراقيين منذ 2003 أصبحت هناك مؤامرة لهذا البلد لا أظن أن لها نهاية. 18 عاما يتساقط هذا الشعب، يتساقط من أبنائه الكثير والكثير من النساء والرجال والأطفال، ولا حل لهذا. نسأل من الله العلي القدير أن يكف بهذه ويجعلها خاتمة، ونطالب الحكومة أو السلطة المتواجدة في بلدنا أن يتابعون هذه الحال ويجعلون من هذا البلد بلداً آمناً، كي تستكين الأمور وتتجه بالاتجاه الصحيح، وأن يستريح هذا الشعب، جل هذا الشعب أن يستريح من هذه الدوامة، وأن يمكنون الناس من أن تسعوا أو عفوا أن يسعون إلى أرزاقهم ويسعون إلى الأمن والأمان، وتستكين الناس وتستكين قلوبهم ويرتاحون، جل العراقيين يرتاحون من هذا البلاء. ونسأل الله أن يتغمد الشهداء جميعاً من أبناء قبيلتنا ومن الآخرين برحمته، ونسأل الله للجميع الصبر والسلوان. أكيد طبعاً اللي يتحمل المسؤولية هي الدولة، السلطة، لأنه الأمن بيد السلطة، الشرطة وجيش ومخابرات وأمن وطني، يجب أن يتابع هاي الأجهزة الأمنية هذا الحال، ولا ما يمكن يعني أنه أكثر من 4-5 أجهزة بالدولة، حكومة شرطة وجيش وأمن واستخبارات ومخابرات، وهذا يمر القضية هذه تمر مرور الكرام. إذا قالوا دخلوا وشلون، وإذا قالوا هذا ولا مرة ومرة وشلون، يعني قابل يلبسون هؤلاء اللي يدخلون يقتلون يفجرون يلبسون طاقية خفاء؟ كلا، وإنما أكيد أكو إذا أريد يعني كل الأمور نقيسها بمقياسات مقاييس أخرى، فأما يدخلون عن طريق رشوة، عن طريق يعني أكو ناس مدفوعين وياهم بالسلطة، شوف شلون يعني يدخلهم، وإلا ما يمكن هذا يحدث عن عبط، يعني لا يمكن. أظن بالاعتبارات السياسية سبق هذا الموقف، سبق كانت هناك ضربة، ما أعرف قد يكون أمريكية أو غيرها في منطقة جرف الصخر، قد تكون هذه ردة فعل، وقد تكون أيضا بسبب الانتخابات كي يجروا الناس إلى أن يعني شلون نقول يخلون في حالة من القلق ودوام من القلق والتعب النفسي، كي يضطرون أن يرجعوا مرة ثانية لقائمة الانتخابات وينتخبون الدولة نفسها أو الحكومة نفسها. أظن هكذا، وقد تكون مصادفة، وقد تكون مصادفة، وقد تكون مؤامرة من دول أخرى، ولكنني في الأساس أحمل هذه المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية، كونها هي المسؤولة عن العراق وعن استقرار العراق، لأن هي محتلة العراق ولا زالت لها أيدي في العراق. أحمل الولايات المتحدة الأمريكية هذه المسؤولية، المسؤولية الكبيرة تقع عليها، ثم على السلطة، ثم على الدول المجاورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن والاه. اليوم في فاجعة، نعم، فقدنا 2 من أولادنا، 5 من أولادنا، هنا حاليا 2 من أولاد، نعم، ومن قبيلة واحدة اللي هي قبيلة السادة النعم الموسوية. نعم. فإحنا نستنكر ونحمل مسؤولية
دم ولدنا. نعم. الكل جهة أمنية أو كل جهة هي مسيطرة على السلطة. على السلطة. نعم. نعم. من رئاسة وزراء إلى 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 أجهزة أمنية، أمن وطني غيرها. هذا اللي دا يصير بالعراق يوم على يوم، والشعب العراقي دا ينطي بهالخسائر هاي وبشبابه، واللي دا يروحون وما دا نعرف على شنو. نعم. كل ما تقرب انتخابات هم اختلفوا بيناتهم، فجروا وصار اللي دا يصير بالشارع. ما دا نفتهم إرهاب، سلطة، صراع على سلطة بين أحزاب، هذا الشيء ما نفهمه. وماذا يعني الشعب هذا الموضوع؟ والشعب هذا اللي دا يروح ضحية. فاحنا نطالب تحقيق، ومو مثل باقي التحقيق كلها لجان وتروح وتنسي وبعد ملفات. نريد نطالب إنه يكشفون من الجنات والجهات اللي من وراهم. هاي الفترة اللي فاتت كل الوضع تقريبا الأمني هادئ زين. شمعنا هسه من قربة انتخابات وبدت تحركات السياسيين، وكل من يريد يسوي له فد قاعدة جماهيرية على مود يصعد للسلطة مرة ثانية بدا هذا. وهذا شغل تسقيط بين أحزاب وبين شخصيات هم اللي جاي يحكمون هسه بالدولة هاي. فاحنا نستنكر ونطالب، مو نستنكر والله اريد حقنا، احنا حقنا وحق ودم ولدنا، لان كافي ظلينا نستنكر بهاي السنين. صار 17-18 سنة على احنا على هالموضوع. دم رخيص بالعراق صاير، وارخص شيء بالعراق هو دم العراق، دم العراقي. نعم. فاحنا نطالب رئاسة وزراء، رئاسة برلمان، رئاسة جمهورية، الجهات الأمنية، المجلس قضاء أعلى، غيره، كل اللي المختص بهذه الأمور، أن يكشفون عن الناس اللي قتله، اللي وراء التفجيرات الإجرامية، واللي دي يروح ضحيتها شبابنا وولدنا وأخوتنا. جزاكم الله ألف خير. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي شهداء العراق بهذا المصاب الجليل. العراق عامة وليس قبيلة السادة النعيم، أما بالنسبة لقبيلة السادة النعيم فهي حالة خاصة. اليوم احنا أعطينا 5 من أولادنا بهذا الانفجار الجبان، 5 شهداء اليوم أو البارحة حصتنا من حصيلة من هذا الانفجار، وإحنا فقدنا أعز ما نملكهم ما أولادنا. هذه حاليا هذه مجلس عزاء هنا لأخوان 2 اللي هم عمر وعلي، ومجلس عزاء بالأعظمية لهم أخوان، ومجلس عزاء شامل مركزي في جامع السادة النعيم. احنا نطالب الجهات الأمنية ان تكشف لنا عن ملابسات الحادث، تكشف لنا الأمور، نريد نعرف من الكتل ولدنا، غير نعرفه يكشفون الأوراق، يقولون عمي ترى انفجار، ترى عمي إرهاب، عمي شين، غير نعرف شنو. يعني احنا بس حصتنا قبيلة السادة النعيم 5 شهداء بهذا الانفجار، 5 بس من شبابنا هذول، وهاي هل قدامك ذبحوا ولدنا، وهاي 2 ذولا منهم بعمر الورد. ونطالب الجهات الأمنية، احنا نطالب رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، ان يشوفونا شارع عمي هذول أصحاب عوائل، أولاً يقومون بتعويضهم ويكشفون ملابسات الحادث، يعرفون غير هاي منطقة حساسة باب الشرجي، شلون اخترقوا جميع هاي المنافذ الأمنية، شلون قدروا، قوات الشغب موجودة، شرطة اتحادية موجودة، شرطة محلية موجودة، جيش عراقي موجود، شابع شي خلون الناس ويحمونها، شلون يحمونا؟ هسه يجوز احنا هنا واقفين ما ممنين على نفسنا عمي، ما مأمنين باب الشرجي اللي هي النقطة، المركز، مركز بغداد الحساس، عمي فجعونا به،
هسه بس احنا 5 شهداء وهاي العشائر الباقي عم العربان ما ندري كل واحد ايش قد الطه. حكومه نحمل الحكومه جميع المسؤوليه، احنا شايها المسؤول عن امننا، غير الحكومه غير هي مسؤوله عن امن عمي، احنا نحملها كافه المسؤوليه ان هي تكشف لنا ملابسات الحادث هذا، احنا ما نعرف والله. هاي اكيد هذا هم مستفيدين طبعا، احنا ايش مدرينا يا عمي اللي يفجر بينا، بس احنا ندري كل الانتخابات قبلها يصير بينا هيك، كل الانتخابات قبلها يصير بينا هيك، لو يشتغلون بمفخخات، لو احزمه ناسفه، لو اغتيالات، وما نعرف. وكلنا امرنا الى الله سبحانه وتعالى، وكلنا امرنا لله، شو نسوي؟ عمي وادم ما نقدر عليها، والله ما نقدر عليها عمي، جونا محترفين قتيل واجرام وما ندري. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعزي أولا أنفسنا وأولاد عمومتنا بهذا الفاجعة الأليمة، ونعزي أولياء أمور كل شهداء العراق الذين سقطوا يوم أمس في ساحة الطيران. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا أولاد عم السيد عمر والسيد علي من السادة النعيم الموسوية في بغداد، نستنكر هذه الفاجعة الذي سقط فيها أولادنا. نحمل الدولة والحكومة على ما سبب من هذه المشكلة. مع الأسف شباب بعمر الورد سقطوا، ما مسوين شيء، بس اريد نقول ايش، كل شيء ما مسوين، قاعدين على باب الله بسطيات، يوميتهم 5-6 آلاف دينار، حتى عربانتهم ايجار. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الحكومه لان مسؤوليتها كلها برقبتكم. نعم، كل ما تصير انتخابات تصير قبلها انفجارات وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وكواتم وقتل. يعني بس أريد نعرف إحنا هذا اللي مسويه إحنا شنو؟ شو الحكومة وإنتوا ماخذيها وبيناتكم، واحد يقدم واحد يأخر، هذا الشعب هو شنو اللي مسويه شنو؟ إحنا ذنبنا شنو؟ يومية نازفين دم، يومية رايحين من عندنا شباب بعمر الورد. حسبنا الله ونعم الوكيل بيكم. هذول اللي حيشوفون النبي، هذول ولدنا شهداء أبرار. شو مسوي لكم؟ شو قالوا لكم؟ لعن نعطيكم فلوس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ندين هذا الاعتداء الجبان الذي طال شعبنا الحبيب بجميع أطيافه، يعني اللي كان باب الشرجي الله يرحمه برحمته الواسعة. اليوم عندنا 4 من السادة النعيم توفوا، الله ينتقم من السواها، وهاي مبينة لعبة سياسية، الله ينتقم منهم. الحكومة العراقية تحمل مسؤولته، المفروض هي توفر الأمان للشعب العراقي،
هذا واجبه، مو واجب اليوم الشعبي يوفر الحماية لنفسه، هذا واجب الحكومة وكلنا نعرفه هذا. إيها كنا دائما نشاهده يعني على السنوات الماضية، كل ما تقرب الانتخابات تصير الانفجارات يعني معروفة صارت عند الشعب العراقي، الكل بعد عرف هاي اللعبة السياسية. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم. من المؤلم على جميع العراقيين الحادث الإجرامي الجبان الذي حدث في منطقة باب الشرج في بغداد. احنا اليوم ناشد بإجراء تحقيق عادل فوري لكي يتم تقديم الجنات إلى القضاء. اليوم هاي فاجعة على كل العراقيين، واحنا اليوم قبيلة السادة النعيم الموسوية الحسينية قدمنا 4 من شبابنا هدية للوطن، ولكن هؤلاء الشباب لن يضيع دمهم هدرا، ونطالب الحكومة بالقصاص من هؤلاء، ونطالب الأجهزة الأمنية باليقظة والحذر. واليوم احنا باسمي السيد سمير النعيم الموسوي خادم عشيرة السادة النعيم الموسوي العزيز، وعزي بجميع العراقيين بهذه الفاجعة، واطلب الشفاء العاجل للجرحى. بس اليوم هذا الحادث اللي صار اكو وراء دوافع سياسية، اكو ناس تريد تستغل دماء العراقيين في سبيل الصعود على اكتاف العراقيين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أنفسنا ونعزي سادة النعيم بخصوص صورة خاصة، ونقول الله يرحم شهدانا بهذا المصاب الجليل، ويعزيهم ويعزي أمواتنا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويسلمنا. وهذا الموضوع نستنكره من العمل الجبان اللي صار ضدنا وضد أبناء شعبنا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويسلمنا على كل اللي صار بينا، والحمد لله وشكر رب العالمين. ونقول إحنا اليوم إحنا إيد واحدة وسادة، وكلتنا واقفين بهذا المصاب مالتنا، وهذا اليوم إحنا إيد واحدة ضد العمل الجبان اللي صار ضدنا. واليوم نقول إحنا كلتنا إيد واحدة للنعيم والسادة بصورة عامة بكل العراق. والله أكو أشكال واعتيادي، فكلها ضد الشعب يصير إذا كان أكو أو ماكو. والله احنا نقول 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 الله يرحم الراحمين. بس هو هذا كله يعود للقوات الامنيه، المفروض تحاسب نفسها قبل كل شيء. والله صراحة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. التفجير الإجرامي اللي حدث طال أبناء شعبنا المدنيين من الطبقة الفقيرة، طبعا هو هذا اللي يخلي الإنسان يعني يتألم بشكل أكثر وأكبر، لأنه يعني هاي الطبقة اللي هي تكون طبقة كادحة باحثة عن عملها في أماكن مكتظة بالسكان في بغداد، طالهم تفجير إرهابي يوم أمس الله يرحمهم طبعا. بس احنا نطالب الحكومة العراقية انه يعني تخلي عينها على هاي الناس اللي
تبحث عن عملها، تبحث عن رزقها، الرزق الحلال، وإن شاء الله رب العالمين يكون أشد انتقاما على المجرمين. نسأل الله أن يحفظ الجميع العراقيين. والله يا حبيبي إحنا العراقيين يعني ما ظل بينا واحد ما يعرف هاي التفاصيل. تعرف أنت تعدد الأحزاب والاختلافات بالرأي، هاي كلها تؤدي إلى هاي الأمور. يعني أنت هي ماكو مصادفة، إحنا من 2003 لحد اليوم مستحيل تكون صدفة. يعني اختلافات السياسية أتمنى أن تكون بعيدة عن الشعب العراقي أو عن الطبقة هاي الفقيرة اللي تبحث عن عملها. فإن كان صدفة أو إن كان خلاف سياسي، فأريت يعني يكون بعيد عن هذا الشعب. يعني عانى ما عانى من 2003 لحد اليوم، إحنا 2021، يعني أعتقد كافي يعني نزاعات سياسية. أعتقد كافي أنه لازم هذا الشعب يعيش مثل أقرانه البقية شعوب داير مدايرنا، اللي يتخاف على شعبها، اللي يموت عندهم واحد الدنيا تنقلب عليها حتى لو كان بغير دولة. احنا عندنا العراقي البارحة الحصيلة 40 شهيد أو أكثر احتمال، وعندنا عدد مصابين كبير. يطلع مسؤول كبير يقول احنا عالجنا الجرحى مجانا. يعني هذا واجبك، يعني انت كمسؤول مو مسوي علينا فضل. يعني والله اكيد الارهاب بكل تفاصيله وبكل تفرعاته، اكو ارهاب داخل الدوله واكو ارهاب خارج الدوله، واكو جهات خارجيه وداخليه. اكيد الدوله تعرفها والجهات الامنيه، وان شاء الله ياخذون الحق، واللي سوى هذا العمل ياخذ القصاص بشكل عاجل. ونتمنى انه انا اطالب انه يكون بمكان عام بنفس ساحه التحرير او نفس ساحه الطيران بمكان التفجير، لان اهالي الشهداء على احر من الجمر بانتظار فت قرار انه يريح ولو 1% من الضمير والقلب. هو موظف طلع من دارته اتجاه الباب الشرجي، دزوا على اوراق بعد الباب الشرجي صار الانفجار عليه. هو موظف، هو فوقه معوق، هو معوق مداوم شركة تأمين وطنية، أنا ابن أخته، وصار هذا الحادث. بعد إحنا ما تحملنا. أنا كنت طالع على باب الله يشتغل، اتصلوا بي قالوا لي خالك توفى استشهد. اتجهت مستشفى الكندي لقيته راسه هو ما بشي، بس عز شيء أذته كتلته الصجم. يعني أنا طبيت عليه الثلاجة لقيته السكر، آثار الصدمة صارت بيه، هو فوقها معوق. هو طبعاً الدولة تحمل المسؤولية، لأن فلات أمني يعني انضباط ماكو. لو أمان كان مصر هاي الحوادث، هاي العالم كلها راحت. شنو ذنب هاي العالم اللي راحت هسه؟ كل واحد عافلة مرأة وحامل وعلى عمل وعلى هاي، شنو ذنبهم؟ منتسبين راحوا من عندهم، ظاهر هم نفس المنتسبين. يعني اثنين منتسبين، واحد رجال شبير كبر بالسن وواحد موظف، شنو ذنبهم ذولا؟ من لهم ذولا؟ هي كل ما تصير تقرب الانتخابات تصير هاي المواضيع. يعني احنا شلون احنا يعني كل ما تصير مواضيع مال الانتخابات تصير هاي المشكله، شنو ذنبنا احنا؟ احنا رجال على باب الله، كل العالم تريد تعيش، تريد تشتغل، تريد تعاوش حواليه، القاعد ايجار. يعني هاي العالم شنو بذمت من هاي راحت العالم؟ من يتحمل مسؤوليتهم؟ هاي راحوا نسوا، يعني دم العراق صار هيك، مسألة اعتيادية صار، وهاي سببها الدولة. مو من سببها، سببها الدولة أكيد. هي الدولة اللي تسوي هذا الشيء. يعني سكو مناطق بعد مستهدفة، يعني سأنا سايق تكسي، أنا بحتى بعد ما أقدر أطلع أشتغل، أما من حل حياتي أرجع البيت. شنو ذنبنا؟
احنا صاحبين جهال وقاعدين ايجار، منين احنا منين نمضي؟ شنو ذنبنا احنا؟ يعني هالعالم شنو ذنبنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باسم عشيرة البوسلطان الذي ينتمي لها هذا الشهيد الشهيد اياد، نستنكر هذا العمل الجبان الوحشي، انه عمل جبان وعمل وحشي وعمل لائمة الى الانسانيه بشيء. المجد والخلود والرحمه لكل الشهداء، الخزي والعار والذله لكل الارهابيين والفاسدين والخونة. عاش العراق. الحقيقة احتمال هذا الشيء موجود، هناك مصالح، المصالح هي فوق الوطن، المصالح الإرهابيين والفاسدين والخونة أينما تكون مصالحهم يتجهون لها. تتحمل الأجهزة الأمنية، الأمنية الشعب أمانة بيد الأجهزة الأمنية، فالأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية كاملة، السياسيين يتحملون المسؤولية، قادة الكتل السياسية يتحملون هذه المسؤولية، الكل يتحمل المسؤولية، الشعب يتحمل المسؤولية. بسم الله. أنا والد الشهيد بكر علي خالد الشبلاوي، أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عالسوا أريد من الله، ما أعرف شو أقول لك والله يا أبنك ويا معلم. شنو كان يشتغل بكر؟ عسكري نازل بجاز أول يوم، صار التفجير الأول، منعتاني قلت له لا تروح، قافلني وراح. صار التفجير الثاني على يد شيء بالعالم، وصار التفجير الثاني. أقول قوات الأمنية، هاي صار نسي نقول قوات الأمنية، نقول الحكومة، صار نسي نقول الحكومة، بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل. منو غير القوات الأمنية؟ من يسوي؟ يعني من شلون تخترق القوات الأمنية؟ غير راقي، غير بيها خرق، هي غير ضعيفة. ولا إذا القوات الأمنية قوية والدولة قوية يصير هذا الخرق؟ ما يصير، وبعد يصير وبعد وتجري على العالم. والله يا ابن أخوي هاي المقولة ثابتة على يد انتخابات، وتخربوا بيناتهم السياسيين، وواحد زعل علّه، وواحد وقالوا سني وقالوا شيعي، مشينا عليها صار العمر كله، من استلموا الحكومة لحد هاي المقول. اختلف فلان ويا فلان قال راح يصير تفجير، اختلف فلان قربة لك، هذا ما راضي على هذا، هذا زعلان من هذا، والمن يتحملها؟ أني وغيري، منو راح يتحمل؟ وبعد يتحملوها وبعد. وشوف قول هذا والد الشهيد قال احكم، شوف المصالح مالتهم، الشعب هذا يروح بالرجلية اذا ما مستفيد شلون يعني؟ اذا الوضع يهدى شلون واحد؟ انت تريد من الوضع يستقر البلد من 2003 لحد الان ما مستقر. اذا انا دا احكي غلط قول لي انت غلط. استقر البلد؟ ما استقر، وبعد وما يستقر، وللأسوأ. منو ضحية هذا الشعب؟ الفقير، ومو كل الشعب بس الفقر، بس الفقر اللي لا حول ولا قوة إلا منه بالشعب. هذا الفقير البائع الكسب الجوال أبو ستوته أبو المخضر، منه ولا الموظف الفقير، هذول الرايح ولا السياسي العضو بالبرلمان محسوب على الشعب هذا. بس تعال شفت لي واحد متذي من عندهم؟ شفت لي واحد عنده مصيبة؟ انتبه، تراجع، ذاكرتك من 2003 إذا لقيت له عضو بالبرلمان، نائب سابق، سياسي، وزير، وكيل وزير،
اذا صاير عنده هيك مصيبه قول هذا والد شهيد حكاية الحكاية غلط. انت به راجع راجع الذاكره وبعد تزوج شهيد والله صار له سنه ونزل مجاز والغيره ما التخذته الغيره شاف العالم ذبح ركض وانا ابو منعته بصراحه والله منعته اخاف عليه الغيره اخذته وراح حسبي الله ولا نعم يا الله يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ما يخافون الله جات نزل المجاز يشيل بالجسد التفجير الثاني الحمد لله حسب الله ونعم الوكيل شو نقول من وكيل الحكومة من القوات الأمنية من وين الحمد لله شكرا احنا نعلم سمعنا الانفجار الأول طلع لنا نركض بالثاني ذبحت العالم فجر نفسه أريد أن أملمهم منهم صارت بعد يعني كل مرة احنا معروفة هاي يعني. مو أول تفجير باب الشرجيك مو أول تفجير كل مرة انتخابات بغير الانتخابات هم بيناتهم برلمانيين وغيرها بينه معروفة منو ضحية منو ضحية الشعب منو الفقير أبو المخضر أبو التتوتة منو الفقير أبو الشاي منو المات منو راح بيها حسب الله ونعم الوكيل اليوم والله احنا ندين ونشجي هذا العمل الإرهابي وإحنا سنين عدة سوينا مؤتمرات اللي شجب هاي الاستنكار عن القضايا الإرهابية والظهر شو عادت عندنا ما أعرف شلون عادت عندنا ما أعرف يعني مبيتة خلايا نائمة ما نعرف والله ما نعرف سببها من ضمن الدولة يمكن أو من ضمن الوعي الشبابي التفجير الأول اللي صار مفترض بعد ما حد يقرب على الناس فصارت كتلة ثانية بنا بالتفجير الثاني حقيقة الحزام الثاني اللي هو صاب أكثر عدد من الشباب والله هاي حقيقة يعني اليوم اللي جاي نشوفها كل ما تقرب انتخابات تصير كوارث شنو سببها ما نعرف أحزاب ما نعرف الشعب العراقي والفقير الشعب العراقي وحصرا الفقير والله صراحة لا نذب اللوم حقيقة فقط الدولة وكل الشعب العراقي يتحمل مسؤولية هذا التفجير هسه تقولي ليش ليش لأن احنا جاي نبصم وننتخب وجاي نجيب المسيء ونجيب ما نعرف تاهت على العراقيين حقيقة تاهت مستحيل بعد ما نسيطر ما يسيطر لا العرف العشائري يسيطر ولا الدولة السيطر ولا المسؤولين وما أعرف يلا طب سيد علي ويغمل بين غمل بين غمل بين يتخير الراوي خيار افتح ميدان افتح ميدان ويغمل بين يتخير الراوي خيار يعوف الما في حمية وياخذ القطار ايه
السادة عمام اليوم عزنانين كلنا بهالمصاب الصاب ها السادة وين هلا بالسادة هلا سيد علقه على البيره ها مولا وقت الو السلام عليكم.